المجلة الرياضية ملفات أخبار وقضايا رياضية إعداد وتقديم إدريس مكرو. السلام عليكم صباح الخير، مرحبا مرة أخرى بكم مستمعي ذات فاس الهد الموعد الرياضي المباشر معكم الحدود منتصف النهار. فرق العملي سيكون من محمد بدوي في الهندسة الصوتية، جميل الضرب في الربط وتنسيق بين الفقرات، نعيم الدروس محافظة العامة، عبد المجيد الحافظي في الربط الهاتفي. الفقرات الأساسية ديال الحلقة اليوم طب حلفة نقف على البطولة الجهوية للناشئين ذكور وإناث في رياضة لايت كونتاكت وسيمي كونتاكت اللي نظمتها العصمة ديال اللعبة تحت إشراف الجامعة الوصية. حضر معي داخل الاستوديو الحاج أحمد الياقوتي رئيس العصمة وأيضا نائب رئيس الجامعة. بين النقاط الخارجية أيضا الإطلالة في إطار تشجيع أبناء الوطن تحديدا أبناء مدينة فاس في توجد معنا عبر الهاتف السي محمد طالب اللي هو المدير ديال إحدى المدارس ديال الفنون الدفاع بصفة عامة تحديدا رياضة الأيكيدو بألمانيا. إذا نمشي الفنون الدفاع استقبل عبر الهاتف من ألمانيا السي محمد طالب. السي محمد مرحبا بك. اهلا وسهلا استاذي. صباح الخير. وذكر بان اسم محمد طالب هو احدى الرئيس للنادي او مدرسه لفنون الدفاع تحديدا الايكيدو. بالنسبه للجديد اسم محمد وضعنا فيه بصفه عامه، تفضل اسمع. اهلا وسهلا بكل المغاربه والحمد لله. محمد طالب اخوكم من المانيا من مواليد مدينه فاس. نعم. حصلنا على النادي الطالبي لفنون العاب دفاع النفس ومجموعه ومختلف العاب دفاع النفس. نعم. والان اسسنا اكاديميه لفن السيف العربي رياضه جديده، وهذه شيء جديد ان شاء الله اللي غادي ننشروا به ونرخوا به العرب والمغاربه. نعم. طيب سي محمد، بالنسبه يعني هذه النتائج وكذلك العلاقه ديالها فيما يخص الاستفاده ديال ابناء الوطن تحديدا مدينه فاس، واش كاين على الاقل شي افاق مستقبلي يعني في هذا الباب هذا؟ الحمد لله عندنا واحد الافاق اللي ما كناش كنعتقدوها في هذه الفتره الوجيزه. تم هناك عده مشاركين. اسمعني استاذي. نعم كنسمعك، تفضل سمحنا. عندنا بزاف ديال اللي بزاف المغاربه وخاصه من مدينه فاس ومدينه مراكش، بعض الانديه اللي اتصلوا بنا عن طريق الفيسبوك وعن طريق الصفحه الالكترونيه. معنا الاستاذ مثلا من ايكيدو مراكش الاستاذ الفارسي، ومعنا الاستاذ بن طالب، عندنا الاستاذ بن حدول اللي من مدينه توجده، وعندنا من مدينه فاس خمسه ديال المدربين اللي الان حتى هم متصلين بنا، واحد العباسي المنتدى ديال مثلا الاطلس. عندنا مجموعه حتى وصلنا الى عندنا مثلا ممثلين في مصر بالاسكندريه، عندنا ممثلين في الجزائر بمدينه عنابه، وعندنا في الجزائر العاصمه عندنا جوج ديال الممثلين في المانيا، وواحد عندنا في الفلبين. الحمد لله كاينه بعض الطرق. نعم. طيب سي محمد، بالنسبه للابطال يعني المغاربه تحديدا، واش كاين تهيئ ديالهم من اجل الدفاع عن القميص الوطني والحضور في واحد المجموعه ديال التظاهرات سواء كانت هنا في المغرب او في بقيه البلدان الاخرى؟ اولا كرابط للدورات الدوليه عندنا برنامج اللي غادي نقوموا فيه. هناك الاول بعد التربصات الرياضيه لتكوين الاطر والمدربين اللي غادي يمارسوا هذه الرياضه في بلادهم، والدورات التدريبيه اللي غادي يجيو عندنا ونمشيو عندهم، وغادي تتم ان شاء الله دوره بطوليه عالميه اللي غادي تكون مع بعض الدول اللي المشاركه فيها. حتى عندنا مثلا سبعه ديال الدول اللي ذكرتها قبل بزياده عن هولندا وفرنسا وطبعا ألمانيا، وإن شاء الله غادي يكون هناك تظاهرات رياضية على حسب المستوى الدولي، والمجموعة المغربية إن شاء الله غنتم تكوينها للمشاركة والاحتفاظ بالشرف المغربي. نعم. على ذكر التكوين سي محمد الطالبي، بالنسبة في إطار علاقة الشراكة واش ما كاينش النقل يعني هذه الخبرة والتجارب بالنسبة لمدينة فاس تحديدا من أجل تطوير القدرات ديال الأندية الممارسة ديال هذا الفن ديال الأيكيدو بصفة عامة، وأيضا هذه اللعبة الجديدة ديال السيف العربي؟ طبعا احنا كنرحبوا بكل مبادره من الاخوه المغاربه والاخوه من مدينه فاس، هذا شرف لنا لو نطلق من مدينه فاس. احنا مستعدين اننا نزورهم ونوريهم هذه الرياضه الفنيه السيف العربي. الحمد لله عندنا اقتناع دولي من عده
أساتذة في مختلف الرياضات، وعندنا بعض التربوسات الرياضية، وقد يمكن نقولها لك إذا سمحتي لواحد دقيقة واحد نفس الثانية. عندنا تربوسات في شهر مثلا 20 عندنا في 6 تكوين العطور، عندنا تربوس دولي في الأكاديمية نهار 3 أكتوبر لأن هنا عيد يوم وطني ك يعني عطلة. عندنا دورات في في المغرب إن شاء الله غادي نقومها في مدينة مراكش وكنحاولوا ننظموها بمدينة فاس. وعندنا مثلا بعد النتائج اللي غادي نعطيني غادي قبل الدورة هناك واحد الشرف لأن استدعتنا مثلا الإذاعة تاع ADF ZDF في ألمانيا. غادي نختموا غادي نقوم إن شاء الله بمحاولات تحطيم واحد أرقام قياسية بالسيف لأن بعض اليابانيين اللي قاموا بهذه الحركات و خارقة للعادة أنها كأرقام قياسية وأنا غادي نقوم بنفس الحركات بالسيف العربي ونتم دخلا بين السيف العربي في كتاب الأرقام القياسية لأما أنا مسجل فيه وإن شاء الله أعطيني واحد شهرة لهذه الرياضة العربية. نعم طيب سي محمد بالنسبة إلى جانب يعني البرنامج اللي ذكرتيه اللي هو مصطر يعني كيبقى الجانب كما ذكرنا اللي ذكرنا أيضا ديال التكوين كتبقى فيما يخص نسج العلاقات أو ربط العلاقات بين الإخوان المشرفين على هذا الرياضة. طب الحال كان ممكن يعني في نهاية هذا اللقاء نتذكرنا لكن شي أرقام ديالك لكن شي يعني الإخوان اللي اتصلوا لك بالنسبة للموقع ديالك من أجل الاتصال ومن أجل يعني تطوير هذا الرياضة ونقل هذا الخبرة من ألمانيا المغرب بصفة عامة وتحديدا مدينة فاس تحديدا تولد من سودايك سي محمد. أولا أنا غادي نصرح بالرقم الهاتف كأول حاجة اللي غير يمكن أي مشارك أي رياضي يتصل بها. نعم يعني الرقم يعني بالنسبة للهاتف الدولي يعني 0049 ألمانيا 1625855196. نعم هذا طبعا ولما أعطينا في الفيسبوك يعطوه محمد الطالبي أو لا بالنسبة للصفحة الإلكترونية فن الصيف العربي وغادي يترجموها وغتطلع لهم وهناك واحد العنوان اللي غادي يربطهم دير على طول بكل الدورات التدريبيه والبرنامج ويتعرفوا علينا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. دنت محمد الطالبي مدير اكاديميه فنون الدفاع بالمانيا المدينه سي محمد فرانكفورت. شكرا على الدعوة على التواصل كان هذا إلحاح من طرف إطار ربط جسر التواصل وأيضا نشر الخبرة ديالكم بحكم أن تم بين الأسماء المغربية اللي استطعت أن تدير المكانة ديالها بألمانيا تحديدا بفرانكفورت وأيضا هذه الغيرة ديال المواطنين المغاربة من أجل محاولة تطوير يعني القدرات لدى الرياضيين فيما يخص الرياضة ديالكم فنون الدفاع بصفة عامة تحديدا الرياضة ديال الايكيدو ايضا السيف العربي. شكرا مرة اخرى سي محمد الطالبي على تلبية الدعوة. تحياتي وشكرا لكم. شكرا مرحبا.